اهلا وسهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب خلينا نتفق بس على حاجه قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا، لان الموضوع بتاعنا انا بشوفه من الموضوعات المهمه جدا جدا. هنتفق على حاجه، المساله لا تتعلق بشجاعه، جراه، جساره، المساله تتعلق بالتقييم المنطقي لاي شيء. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا موروث ما، ممكن يكون رفاق من جيلي ورفاق من جيل الأساتذة الأكبر ورفاق من جيل الأساتذة الحاليين، قد يكونوا مسؤولين بشكل أو بآخر عن مفهوم إنه المعارضة المطلقة هي قمة الشجاعة، فعليك أن تعارض دائما وأبدا، فأنت تصحو من النوم معارضا، تؤدي كل حياتك اليومية أو كل ما يدور في حياتك اليومية معارضا، ثم تنام وأنت معارضا حتى تكاد تعارض النوم في حد ذاته. لو سلطان النوم غلبك ونمت فأنت عايز تقوم تقول له أنا أعارض وأعترض أن النوم جاي لي في المعاق. يا مولانا بالراحة. لا، خلي بالك أنه وقوفك على موقف مبدئي متعلق بالمبادئ أيا كانت الأتمان أو الفواتير هو ده الشجاعة. تطلع بقى أو يطلع تقييمك اللي مبني على المبادئ هو معارضة أو هو تأييد، كلاهما شجاعة. في بعض الأحوال تكون المعارضة شجاعة فعلا، وده حصل مثلا يمكن في 30 سنة حكم أو في 40 سنة حكم، أو في بعض الأحوال كانوا يمكن بيمتدوا لأكتر من 50 سنة حكم. في ناس عرضت الزعيم جمال عبد الناصر استمرت في شكل المعارضة أو في مربع المعارضة مع الراحل الشهيد محمد أنور السادات، ثم استمرت في 30 سنة بعدها، ثم كان حكم الإخوان، فكانوا كل دي معارضة. أنا أراها حقيقي معارضة وحقيقي موقف شجاع إلى أخيره، لأنه مستند بالأساس على مبادئ ما. عندنا اختلافات فكرية نستطيع أن احنا نتكلم فيها، نتباحث، نتناقش، نتناظر، نتفق، نختلف، نعارض أيا كان، خلاص دي شجاعة. تعال هاخدك ويمكن أقدر أقولك أنه ده أيضا شجاعة، ألا وهي بدءا من 30/6 وانت طالع حتى هذه اللحظة، معارضة الماضي انقسمت نصين، نص أيده 30/6 جدا 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 جدا، وذهبوا في تأييدهم ل 30/6، وأنا من الناس اللي تتشرف بده، وذهبوا في تأييدهم ل 30/6 للمناداة باسم وزير الدفاع آنذاك مشير عبد الفتاح السيسي آنذاك، ليكون إحنا اللي نادينا، ولازم نتذكر هذه اللحظات جيدا، إنه ونطالب، ننادي ونطالب ونزن وأقول لك ونرجو، مش نكاد نرجو، إنه إحنا عاوزين المشير عبد الفتاح السيسي يبقى رئيس الجمهورية. وهنا بدأت تحصل بعض الانقسامات داخل مربع المعارضة، أو قل انقسمت إلى فريقين، مش بالضرورة 50% 50%، لكن انقسمت لنصين، حتتين، مربعين، المربع أصبح كتلتين، كتلة مصرة على إنها تعارض، وهنا ما عندكش من ناحيتي ما عندكش فهم هم بيعارضوا ليه، يعني على أي أساس، طيب عاوزين نوصل للإيه، طب إيه الطرح، طب إيه الأفكار. وجزء تاني استمر أو خد قرار إنه لا، أنا هأيد هذه الفكرة، مؤمن بهذه الفكرة، مؤمن بهذه التجربة، مؤمن بهذا المشروع إيمان كامل وحقيقي. وفي طريق التأييد ده اللي أقول لك عليه من 30/6 مرورا بانتخابات 2014 18 ثم الانتخابات الأخيرة 24، المجموعة اللي خدت قرار واللي هي أصلا، أنا بقول لك اللي هي أصلا من طيار المعارضة ومربع المعارضة المصرية تاريخيا، واخدين هذا المشوار بالتأييد، وهم بيلاقوا هجوم من بعض الرفاق، هجوم من بعض الأصدقاء، هجوم من بعض الزملاء، ومحاولات بقى لتلويث السمعة، الاغتيال المعنوي إلى آخره، ولكنهم مؤمنين بالفكرة، مؤمنين بالتجربة، مؤمنين بالمشروع. حلو، ودي شجاعة. اوعى تفتكر ان التأييد في مثل هذه اللحظات او في مثل هذه المراحل ما هوش شجاعة، بالعكس
في ناس بتبقى متصورة أنا لو وقفت جنب المعارضة أنا كده جامد، أنا كده شجاع، أنا كده أيقونة، أنا كده ثابت. بالمناسبة في فرق كبير جدا ما بين الثبات على المبدأ والثبات على الموقف. الثبات على المبدأ محدش يقدر يقول عليه حاجة، المواقف طبيعي أنها تتغير. ليه طبيعي أنها تتغير؟ لأن الموقف دايما مرهون بإيه؟ مرهون بالمتغيرات اللي حواليه، الظروف اللي بتتغير، الأوضاع اللي بتتغير، الوضع الإقليمي إلى آخره. النهاردة كنت في مناقشة لطيفة جدا وتطرقنا فيها للفترة اللي اشتغلت فيها في تغطية الحرب في سوريا وتغطية الحرب في ليبيا، وكان أحد الحضور قال لي فرق معاك في إيه؟ قلت له على الجانب المهني ولا على الجانب السياسي؟ الجانب المهني أنا بظن أن أنا عملت حاجة مفيش حد من زملائي في الشرق الأوسط عملها قبلي على الإطلاق، بل كنت واحد من قلة قليلة جدا 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 على مستوى العالم راح البلدين دول اللي هم كانوا الأخطر على الصحفيين في تلك الأوانة. خلاص؟ لكن على الموقف السياسي أنا بقيت مقتنع جدا بالجملة والمقولة بتاعت ليس من سمع كمن رأى. كل اللي انت بتشوفه في التلفزيونات، بتقراه في الجرايد، بتتابعه على السوشيال ميديا، اي فيديوهات منشورة في اي مكان، شيء يكاد يكون هو النذر اقل القليل من الكل. وده فرق معايا كتير جدا في رؤيتي للأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمنطقتنا مش بس لمصر. يوجع قلبي جدا ويتعب عقلي جدا ان انا اشوف لازال عندنا، انا مش ضد ان الناس تعارض، اللي عاوز يعارض اهلا وسهلا طالما عنده بيعارض بناء على مبدأ ما، لكن انا استطيع ان انا اصف مش كل المعارضة، جانب من المعارضة هي مش بتعارض على مبدأ، هي بتعارض علشان هي حابة فكرة المعارضة، حابين فكرة ان هم الناس بتتكلم عليه دول شجعان. وايه الشجاعة اللي ده؟ انت في حد عمل لك حاجة؟ زملاء رفاق أصدقاء يطلعوا يتكلموا يقول لك إيه ولازم مصر تفك الحصار عن غزة. هي مصر شريكة أصلا في الحصار على غزة؟ يعني أنت من 7 أكتوبر لحد النهاردة بجد شايف بعينيك وبعقلك أن مصر شريكة في الحصار على قطاع غزة فلسطين؟ يعني بكل المساعدات الإنسانية واللوجستية والسياسية اللي بتعملها مصر، كل الجهود اللي بتعملها مصر من يوم 7 أكتوبر، من اللحظة الأولى يوم 7 أكتوبر، تذكر جيدا وافتكر ولا يغيب عن ذهنك وقفة الرئيس في غرفة العمليات وهو بيتابع اللي بيجرى يوم 7 أكتوبر، وبعدين بدأ ياخد قرارات، وبعدين بدأ ياخد تحركات، وبعدين إصراره على عدم تصفية القضية، إصراره على عدم التهجير سواء إذا كان قسري أو طوعي، إصراره على وصول المساعدات أيا كانت الأثمان وأيا كانت التحديات، ثم إصراره على إيضاح الصورة أمام المجتمع الدولي، ثم اتخاذ مجموعة من الخطوات المذهلة والسريعة والكثيرة والكثيفة مع المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي من ناحية والأمريكان من ناحية وبقية دول العالم من ناحية ثالثة، عشان يفهمهم طبيعة ما يحدث وإن اللي بيحصل ده هو كارثة حقيقية، وسياسات أبرتايد وسياسات تهجير قسري ومحاولات لخلق شكل من أشكال التهجير الطوعي بموافقة بعض الدول، منح التأشيرات لأهالينا الفلسطينيين لو عايز تهجر يلا تعالى وقعد عندي. مين اللي عمل كل هذا الزخم؟ أنا عايزك كده ترجع للتقارير الصحفية وحجم المكالمات التي وردت لفخامة الرئيس وحجم المقابلات التي أتت من عواصم صنع القرار، أعني جيدا المصطلح عواصم صنع القرار، برلين، باريس، لندن، واشنطن كانوا هنا، احنا ما رحناش لحد، كانوا هنا ليه؟ عشان احنا شركاء في الحصار. ده كلام العيال الصغيره بقى بجد. ويعز عليا ان انا الاقي ناس كبيره شعرها شاب، شعرها شاب وبتتكلم كلام العيال الصغيره، أو الدعوة بقى يلا بينا عايزين نروح علشان نحرر فلسطين. روح، أنا مش مانعك، روح اتكل على الله، أو هلموا بنا لأجل الجهاد تاني بجد.
يعني هتحررها ازاي؟ يعني قول لي عايز تعمل ايه؟ ولا انت عايز مصر تخش حرب مباشره؟ ولو دخلنا الحرب المباشره، سيبك ان احنا بامر ربنا سبحانه وتعالى اذا 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 اذا، شوف بقى عشرات الاذا، هننتصر زي ما عملنا في 6 اكتوبر، تمام. يعني على راي رئيس اللي عملها مره يعملها 20 مره، مش دي القصه، سهله بامر الله اذا حصل. لكن السؤال، انت عايز مصر تخش حرب؟ يعني انت مستعد، انت بقى كقياده معارضه سياسيه، كاتب عظيم، مفكر رهيب، ما حصلتش، جبت الديب من ديله دايما، فانت مستعد ان مصر تدفع الفاتوره الاقتصاديه بتاعه دخول الحرب وتبعات دخول الحرب ونتائج دخول الحرب، حتى لو كانت الحرب مضمونه كده بختم اسمه النصر المؤزر. هو مش ده ليه فاتوره اقتصاديه؟ يعني مين انت بتقول احنا في ازمه اقتصاديه ويجب على الدوله بكامل حكومتها وكامل اجهزتها ان تعمل على حل الوضع الاقتصادي، بس يلا نحارب بقى ازاي؟ طيب هتحل الوضع الاقتصادي ازاي وانت عايز تحارب؟ وبعدين هي الحرب يا جماعه رفعت نبوت؟ يعني هو في حد لسه متصور من هؤلاء السذج؟ وده بجد سذج، ما هو يا سذج يا جهلة يا خونة اللي بيتكلم في كده، ده بجد. يعني أنا ما عنديش تصنيف رابع، لو عندك تصنيف رابع قول لي عليه. هنروح بقى مثلا مليون بني آدم نقف على الحدود ماسكين النبابيت أو بنادق رش، يلا يا جماعة احنا هنحرر فلسطين. هي الحرب سهلة كده عادي يعني؟ طب أمريكا راحت فيتنام وعادت بخفاي حنين، وراحت أفغانستان وعادت بخفاي حنين، وراحت العراق وعادت بخفاي حنين، وراحت الصومال وعادت بخفاي حنين، وهكذا. أكبر وأقوى قوة عسكرية على الأرض وأقوى اقتصاد على الأرض. وكانوا النواب في الولايات المتحدة الأمريكية وصلوا لمرحلة إن هم بقوا بينادوا بسحب القوات الأمريكية من فيتنام وكذا الحال من أفغانستان وكذا الحال، والتكلفة الباهظة والتكلفة في الأرواح. سؤال بقى، بتطالب بناء على إيه؟ طب مصر لازم توصل مساعدات. هو انا بوصلش المساعدات؟ ده انا بوصل المساعدات بري وجوي. يعني على سبيل المثال تعال نشوف احصاء لطيف ظريف اذا حبيت، ويمكن هذا الاحصاء اتكلم فيه الاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات وطبعا الكاتب الصحفي الكبير. استاذ ضياء اتكلم انه عندنا المساعدات وهي وفقا لتوجيهات طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده طبيعي رئيس الجمهورية هو الذي يوجه بهذه الأمور. مصر خدت قرار بزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة لإخواننا في فلسطين تحديدا في قطاع غزة من النهاردة، وأيا كانت التحديات والفاتورة، ل 300 شاحنة كل يوم على الأقل. توجيه الرئيس كده 300 على الأقل، يعني أقل رقم هيدخل هيبقى 300، وهتخش من الجانب المصري عن طريق معبر رفح. طيب عدد شاحنات المساعدات اللي دخلت من الجانب المصري لمناطق شمال غزة وحدها، أنا بكلمك على المساعدات بري، أنا ما بكلمكش على الإسقاط الجوي والمظلي، في خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان المبارك والكريم 322 شاحنة مختلفة بري غير الإسقاط الجوي، بري. كل ده في إطار الغلاسة والتعنت وقلة الأدب من الجانب الآخر، من جانب الكيان الصهيوني. طيب عدد الشاحنات اللي دخلت القطاع منذ بداية العدوان الصهيوني الدموي على أشقائنا في غزة كم شاحنة بقى؟ يعني أنا عايز الإخوة والأساتذة الجهابذة دول يقولون هم عندهم الرقم؟ طب أنا أقول لك الرقم 19354 تريلا، في منهم 19952 مواد طبية وده بالأطنان، يعني عندك 19000 طن و952 طن مواد طبية، وعندك 10000 طن و435 وقود، وعندك 123 طن 453 طن تانيين مواد غذائية، و26692 طن مية، و44103 طن مواد إغاثية أخرى متنوعات، و2023 طن خيم ومشمع، و123 عربية إسعاف مجهزة. أنا بكلمك على مصر،
مصر اللي بيقف فيها واحد مصري او مجموعه مصريين يقول لك لا تشاركوا في الحصار على غزه، دخلوا المساعدات لغزه. طب وده يا كتكت زينه رمضان؟ طيب دخل لمصر بقى لاجل العلاج كم واحد؟ 10 20 30 40 100 1000؟ لا، 3774 مصاب ومريض دخلوا مصر، معاهم المرافقين بتوعهم، معاهم 6191 مرافق. هي بتتكلم تقريبا في حوالي 10000 ما بين مصابين ومرافقين. 66759 من الرعايا الاجانب ومزدوج الجنسيه، 6330 مصري. يا جماعة، مصر 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 مصرة على استمرارها في مواصلة تقديم كل أنواع المساعدات وفي بذل أي جهد إلى درجته القصوى علشان نسرع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، السعي الدائم من أجل الزيادة بالقدر المطلوب والمناسب لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية مش بس الخطيرة وغير المسبوقة بالمناسبة اللي بيعاني منها أهالينا الفلسطينيين في القطاع منذ بداية هذا العدوان الغاشم من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. السؤال اللي بعده للأشاوس الجهبزة العباقرة المفكرين الذين أنهم يظنون ان هم الابطال اللي ما حصلوش، الشجعان اللي ممتلئين بالجراءه وبالجساره، فاقدر اقول لك لا والله يا فندم انا مش عارف انت تحديدا عملت ايه. يعني ايه اللي انت عملته تحديدا؟ طب اقول لك على حاجه، ما انا لم املك. لا، انت تملك انك انت تروح تتبرع اذا حابب، تملك ان انت تبعت عيالك تتطوع اذا حابب، تملك ان انت تشتري حاجات وتروح تقدمها للتحالف الاهلي اللي بيودي هذه المساعدات الى القطاع. تملك يعني من ناحيه تملك، فانت تملك ان اردت، اذا كان لديك الملاءه الماليه الكافيه انك انت تعمل ده. فالسؤال، انت عملت كده؟ انا ما بشككش في ضميرك، ما اعرفش، بس اللي ما عملش حاجه يشد البلاستر ويقعد ساكت، واللي عمل الحاجه اهلا وسهلا، الف شكر، ان اشد على ايدك. فيجي السؤال، لما انت عارف انه ده بيتعمل، ولما انت عارف انه هناك مساعدات بتقدم وانه تبرعاتك مقبوله وانها بتذهب لاهالينا في فلسطين، امال ليه بتقف عمال بتقول لا تشاركوا في الحصار على غزه؟ هو استهبال؟ انا لا اتوقع انه في حد من الممكن ان هو يمتلك بصراحه هذه الشجاعة الواضحة في مواجهة جانب من المعارضة، تاني مش بقول لك كل المعارضة، جانب من المعارضة فيما يقوم به أو بطريقة هذا الخطاب الذي لا يمت للمعارضة بصلة خالص، لا يمت للمعارضة بصلة. ده الاستهبال بحد ذاته أو حصد نقاط لأجل الحصول على مكتسبات ما، بالتأكيد مش هنا، المكتسبات دي أكيد مش من مصر. طيب خلينا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كله تمام؟ والله وانا واقف هنا كان دمي هيتحرق، والله العظيم. مفكروني اكلمكم شويه على لو صح التعبير كده، يقول لك رؤيه جديده للناصريه. يعني هنبقى نتكلم فيها في وقت تاني، يعني مش دلوقتي. طيب في خبر أنا بشوفه من الأخبار المهمة جدا، والخبر في شكله وفي صياغته وفي مضامينه يبدو رائع جدا، بس لازم أفهمه. خد بالك، المجلس القومي للأجور خد قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ل 6000 جنيه من مايو 2024. الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، طيب 6000 ده رقم كويس، يعني لو انه ده الحد الادنى ده رقم كويس جدا. انا بقى عايز افهم، هل ده هيبقى بيحمل صفة الالزام ولا لا؟ هل ده هيبقى بيطبق عليه التراتبية في الزيادة؟ يعني اذا كان الحد الادنى 6000 فيبقى كان الحد الادنى اللي قبله قد ايه، فنحسب النسبة فتبقى النسب دي متوالية وصولا الى اعلى اجر في اي منشأة ايا كانت. خليني افهم القصة دي من الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للاجور. اهلا بيك يا دكتور حنان.
اهلا استاذ يوسف، اهلا بيك وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك واهلا طيبه بالساده يا فندم، المشاهدين. وحضرتك طيبه، ربنا يخليك يا دكتور. دكتور، مساله رفع الحد الادنى لاجور القطاع الخاص ل 6000 ده فاعلا من مايو 2024، يعني نهايه مايو، صح كده؟ لا يعني هو هيطبق من 1 مايو، فيبقى الاجر بتاع اخر مايو. ايوه. اللي هو الاجر عن مايو بالظبط كده. هل هذا القرار يحمل صفه الالزام؟ اه طبعا يحمل صفه الالزام وفقا لقانون العمل. المجلس القومي للاجور هو الجهه المنوط بها تحديد الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص. حلو جدا. طيب العاملين بالقطاع الخاص اللي هيبقى من حقهم ان هم يتعاملوا او المخاطبين بهذا الحد الادنى، اي نوع من العاملين؟ يعني العماله المؤقته ولا العماله اللي مش يعني اي نوع؟ العقود اللي شكلها ايه؟ لا هي المفروض ده بيخاطب جميع كافة العاملين في أي منشأة بتتبع القطاع الخاص وبتخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. حلو جدا. طيب هل من الممكن أنه منشأة من المنشآت، شركة من الشركات، مصنع إلى آخره، يطلب التأجيل أو يطلب الإعفاء أو يطلب مهلة؟ يعني هو حضرتك طبعا عارف ان او يعني كلنا عارفين الظروف اللي بتمر بيها الـ يعني الاقتصاد المصري بصفه عامه، ودايما المجلس القومي للاجور والحقيقه جميع اعضائه سواء كانت الحكومه او اصحاب الاعمال او اتحادات العمال بيبقوا دايما حريصين على ان احنا يبقى في توازن بين مصلحه المنشات وكذلك طبعا الحفاظ على المنشآت والعماله اللي موجوده في المنشآت دي، ان نحاول ان احنا نوفر لها قدر من المعيشه اللائقه بدون المخاف بالمنشأة اللي بتشتغل فيها العماله دي. فنظرا للظروف اللي بتمر بيها بعض المنشآت في الوقت الحالي، النهارده الحقيقه في خلال اجتماع تم الاتفاق على ان هيتم السماح للمنشآت اللي ترى ان هي بتمر باي ضائقه اقتصاديه تمنحها من مؤقتا من ان هي تقدر تدفع هذا الحد الادنى للاجور، هتتقدم للاتحادات الاعمال اللي هي تابعه ليها، والاتحادات هتبعت لنا هذه الطلبات في المجلس في لجنه برئاسه وزاره العمل تابعه للمجلس القومي للاجور، هي اللي هتنظر في هذه الطلبات ويتم الرفض او القبول وفقا للمعطيات اللي هتكون بعتها هذه المنشات. عظيم جدا. التأجيل او المهلات عادة بتبقى بتتراوح مدتها من كام لكام؟ يعني حضرتك احنا المفروض كل سنه بيتم النظر في الحد الادنى للاجور، ويمكن احنا مؤخرا السنه اللي فاتت مثلا احنا نظرنا في الحد الادنى للاجور مرتين. فلو قلنا ان احنا دلوقتي ده هيتطبق من 1/5، يعني في اغلب الظن هيتم النظر ثاني مره اخرى في هذه الطلبات مع بدايه السنه القادمه. احنا لسه ده امر يعني مع يناير 25 بالظبط، ولكن ده امر محل نقاش لسه. يعني لا يعني احنا هنتلقى الطلبات، هيتم اعلام المنشآت بان مثلا لمده 3 شهور، وبيتم اعاده النظر مره اخرى في الطلبات او المنشآت اللي خلاص وضعها تحسن مش هتتقدم تاني، يعني على حسب كل منشأة ووضعها وعلى حسب الحد الادنى ان شاء الله السنه الجايه، هل هيتم لقاء عليه زي ما هو، هيتم زيادته يعني على حسب الظروف اللي بنمر بيها. طيب ده هل من الوارد؟ يعني انا لو حطيت نفسي مكان الرأسمالية المتوحشه يعني كلنا هنروح نقدم طلبات؟ انا اصلا انا ماركسي يعني، فانا بالنسبه لي الحاجات حساسه قوي. لا انا عارفه. فكله هيروح يقدم طلبات ويقول والله يا جماعه احنا بس عايزين مهله ان شاء الله لحد اول السنه لحد يناير. ما هي بقى دي الفكره، احنا المفروض ان احنا محددين هيبقى في قواعد تنفيذيه للقرار هيتم نشرها على الويب سايت الخاص بوزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، وايضا الويب سايت الخاص بوزاره العمل. دي هيبقى فيها كل المستندات المطلوبه والشروط المطلوبه للتقدم بطلب التاجيل او الاستثناء من تطبيق الحد الادنى للاجور المؤقت. وفي لجنه زي ما قلت لحضرتك من برئاسه وزاره العمل هتستقصي بقى هذه الطلبات ونبدا نشوف مين المستحق للاستثناء ومين غير المستحق للاستثناء. بس الى ان يتم النظر واتخاذ القرار هيبقى في مده زمنيه ما 3 شهور او 6 شهور، صح؟ لا لا لا، هو الفكره ان احنا ان شاء الله هيتم فتح باب الاستثناء او التقدم بالاستثناء لغايه 15 مايو. حلو. بعد 15 مايو خلي بال حضرتك هو الطلب الاستثناء هيمر بمرحلتين، المرحله الاولى ان المنشاه بتتقدم لاتحاد الاعمال اللي هي تابعه ليه، يعني تابعه للغرف السياحيه، تابعه للغرف التجاريه، تابعه لاتحاد الصناعات وهكذا.
حلو. الاتحادات دي بدورها والحقيقه يعني لازم نوجه الشكر ليهم ولاتحاد العمال مصر، لان هم يعني كل حد فيهم الحقيقه كان بيحاول ان هو يقدم كل اللي عنده ان هو يسهل الامور ان احنا نوصل لاتفاق. فالاتفاق اللي تم ان من خلال الاتحادات كل اتحاد حال اول هيصفي الطلبات اللي هتجيله، فدي المرحله الاولى في التصفيه، ثم يرفع للمجلس القومي للاجور للجنه الشكاوى في المجلس القومي للاجور الطلبات اللي هو شايفها بعد التصفيه. احنا بقى في المجلس هيتم النظر في هذه الطلبات، فمن المفترض ان لما يوم 15 ده يبقى الاتحادات هترفع لنا الطلبات اللي بعد التصفيه الاولى. فاحنا في المجلس من المفترض ان برضو يعني مش من المفترض ان احنا ناخد فتره طويله عشان نستقصي هذه الطلبات، لان هي هتبقى بالفعل مرت بمرحله اولى من التصفيه. فنقدر ان احنا نرد بشكل ان شاء الله سريع بقدر الامكان على المنشات، لكن مش هتاخد شهرين وثلاثه وحاجات كده لا. حلو جدا، يعني الفلتر الاولاني هو الاتحادات، وبالتالي وارد جدا ان يبقى في منشات بدءا ان شاء الله من نهايه شهر مايو تصرف الاجور طبقا للقرار الاخير اللي هو الحد الادنى بتاعه 6000. هي كل لا هي المفترض يعني هو القاعده العامه ان المنشات كلها هتصرف هذه هذا الحد الادنى للاجور. المنشات اللي هتتقدم بطلب استثناء هي دي اللي هتتم النظر فيها. وانا برضو لازم اقول لحضرتك حاجه هنا الحقيقه، برضو احنا الكلام ده كان تم تطبيقه سنه 22 مع اول تطبيق للحد الادنى للاجور. أيوه. سنه 22 وفتحنا باب الاستثناءات. انا عايز اقول لحضرتك ان عدد المنشات اللي تقدمت بالفعل يعني، ودي كانت حاجه الحقيقه كلنا استغربناها، ما كانش بهذا العدد الكبير زي ما حضرتك متخيل اللي طلب استثناء خالص يعني. فاتمنى ان شاء الله المره دي برضو المنشات اللي شايفه ان هي حقيقي عندها ضائقه ماليه هي اللي هتتقدم. اذا ده احنا كده بقى عندنا تحول من راس ماليه متوحشه لراس ماليه وطنيه. ده لا انا عايز اقول لحضرتك ان هم رجال الاعمال نفسهم حتى بيقولوا ان فكره ان هو يطلب استثناء ده ما بيبقاش برضه في مصلحته قوي، لان هو لو استثنى العمال اللي عنده بينما منشاه اخرى بتدي لعمالها ال 6000 ده برضه بيبقى ضد مصلحته، لان ده بيخلي العمال اللي عنده بيعزفوا عن العمل عنده ويروحوا لمنشات اخرى. طبعا في ظل وجود تنافسيه هياخدوا بعضهم وهيسيبوه. بالظبط كده، فهي الفكره دايما يعني مصلحه الجانبين، المنشاه اكيد عايزه مصلحتها، ولكن مصلحتها ايضا في راس مالها الاساسي هو العماله اللي عندها، وده الكلام اللي كان بيتقال النهارده الحقيقه. فيعني هو في اتفاق في الحته دي ان هي منفعه متبادله. رائع. في الاخر يعني. رائع رائع، ادامكم الله لنا يا دكتور. والله بجد يعني يا رب كده ادام جميع العاملين على مصلحه الوطن وعلى راسهم الحقيقه، يعني لازم نتوجه بشكر لكل اعضاء المجلس القومي للاجور وعلى راسهم طبعا دكتوره هاله سعيد. صحيح. يعني 100% الحقيقه 100%. الحمد لله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور حنان، الف شكر على هذا الشرح وانك استحملتيني. كل الشكر دكتور حنان نظير مستشار المجلس القومي للاجور. اذا كده خير بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله الناس تقدر تحصل على هذا الحد الأدنى ما اللي هو 6000، يبقى في عدد منشآت قليل جدا اللي يطلب المهلة. أتمنى أنهم يكونوا بيطلبوا المهلة بناء على أسباب حقيقية واقعية، هيتم النظر وهيتم الفحص والدرس والتمحيص، فما فيش حد يقدم ورق يبقى فيه ولو علامة عشرية مضروبة عليكم النبي، علشان يعني هتتضايق لو عملت كده. ف بصوا على مصالح الناس، بصوا على أكل عيش الناس، بصوا على حياة الناس، ما تبصش على نفسك ومحفظتك ورصيدك في البنك وبس، بص على الناس. لو أنت بتشتغل كصاحب منشأة أيا كان حجمها والناس اللي حواليك مبسوطة بيدولك عينيهم، الناس اللي حواليك مبسوطة بيدولك عينيهم، الناس اللي حواليك مش مبسوطة هيطلعوا عينيك. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا 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 وسهلا. طبعا انا لو بايدي اطلع لكم الجداول بتاعه الحركه، حركه التغييرات الصحفيه على مستوى رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات للمؤسسات المصريه القوميه، فلكن كل اللي اقدر اقوله هو الف مبروك للكل طبعا، وان كان في مجموعه من ما شاء الله تم تصعيدهم اصدقائي، ومجموعه ممن تم التجديد ليهم اصدقائي، فانا سعيد الحقيقه باصدقائي جدا، وتهنئتي القلبيه والله حتى للناس اللي هم زملاء واصدقاء برضو، يعني يمكن ما احناش اصدقاء ولكن اكيد زملاء مهنه وما الى ذلك، فالف مبروك للكل. خليني هنا اخد واحد من اعز
أعز أصدقائي اللي تم التجديد ليهم الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أهلا 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 وألف مليون مبروك يا أستاذ. أستاذ يوسف أهلا بحضرتك، كل الشكر والتقدير للكلمات الثناء اللي حضرتك تفضلت بيها بحق مؤسساتنا القومية التي تحمل رسالة الدولة المصرية التي ما زالت تدافع عن، ويمكن حضرتك مطلعني من اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة واستجابة من المهندس عبد الصادق الشرباجي طبعا، ان قال لي لا لازم نؤكد ان الصحافة القومية والمؤسسات القومية هي عمود مهم جدا في معركة الوعي اللي بتخوض الدولة المصرية، ولكن اسمح لي كل الشكر والتقدير لزملاء أعزاء تركوا مناصبهم أدوا ما عليهم في الفترة اللي صحيح. فاتت، ويمكن الاجتماع ده تمت الإشارة إلى مجهوداتهم وتمت المطالبة بتفعيل الجهود من أجل مزيد من التقدم والنمو في قدرات وإمكانيات الإصدارات عن المؤسسات القومية المختلفة. علينا مهمة ثقيلة جدا الفترة اللي جاية، لابد أن نعبر عن الدولة المصرية، لابد أن نكون حائط صد قوي ونستمر في الجهود اللي بذلت طول الفترة اللي فاتت طبعا بالتعاون مع زملائنا في الإعلام. يمكن المنبر بتاع حضرتك منبر شرفت أن أنا أكون ضيف معك أكثر من مرة، الشرف لينا، وده دورنا المتكامل. في النهاية احنا بنقدم صورة الإعلام المصري، احنا قادرين ان نقدم نماذج مشرفة، لا ينبغي علينا ان نتوقف كثيرا امام معاول الهدم، ولكن ينبغي ان نكون علينا الآن رأس الحربة التي تهاجم وتدافع عن وطن ينتصر في معركة الوعي، وبإذن الله هننتصر يا أستاذ يوسف. أنا مش عايز أعطلك على الاجتماع، بس أنا اسمح لي بسؤال كمان، ألا وهو أنا هنا بكلم كاتبا مسيسا ومحللا سياسيا وصحفيا كبير ومرموق، التحديات اللي حصلت خلال التسع أو العشر سنين أمام الدولة المصرية ومستقبلها كوم، والتحديات اللي جاية خلال خمس أو ست سنين تانيين أظنها كوم أكبر بمراحل، لأنه إحنا بنتكلم على خريطة دولية بيعاد رسمها وبتعاد صياغتها وصياغة توازناتها. هنا بقى أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس التحرير والكاتب الصحفي هيعمل إيه في السياسة الدولية والديمقراطية؟ في مكون مهم جدا يا أستاذ يوسف، يمكن المهندس عبد الصادق الشرباجي في هذا الاجتماع كان بيطالبنا جميعا بالتطوير في الإصدارات. يمكن في حاجة مهمة جدا في الفترة الأخيرة بالفعل هي مش واخدة حقها في المعالجة، المكون الاقتصادي اللي هو لب الصراع الدولي في هذه اللحظة. الصراع الدولي لو بصينا له هو صراع جيوبوليتيكي قايم على المكون الاقتصادي في قلبه، يعني صراع مركب. صراع مركب بمعنى ان لا يمكن ان نفصل الصراع السياسي الجغرافي الذي يدور على الارض بين قوى النظام الدولي القديم والجديد في الحرب الباردة الجديدة اللي احنا كلنا عايشينها، ونغفل المكون الاقتصادي اللي هو اساس كل ما يحدث في العالم. لا يمكن ان احنا نظل يعني لا نقدم معالجات دقيقة ومباشرة وصريحة في إصداراتنا عن المكون الاقتصادي. المكون الاقتصادي هو لب التفاعل، الارتباط بين السياسة والاقتصاد هو ارتباط أصيل. يمكن احنا كنا ابتدينا في مجلة الديمقراطية ان احنا عملنا ترسيخ لفكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان من المنظور المصري الشامل لحقوق الإنسان والديمقراطية. الفترة اللي جاية ان شاء الله سنركز على البعد الاقتصادي، سنركز على معالجات اقتصادية تزيد من إثراء المكتبة الأكاديمية المصرية والعربية بكتابات دقيقة تحاول أن تعالج المشاكل الآنية والمشاكل المستقبلية
وتضع الحلول لها. خدتها من على لساني. انا يمكن كنت هفكر معاك بصوت عالي انه يمكن احنا شويتين محتاجين المزيد من استكتاب اقلام مصريه وعربيه واوروبيه وامريكيه في الصحف والمجلات بتاعتنا. وفقا يا استاذ يوسف وخلينا هنا، وفقا للسياسه التحريريه طبعًا. المتمسكه بثوابت الدوله المصريه. طبعا طبعا. ومن يكتب ويجافي الحقيقة بحق هذا الوطن، ألف سلامة، بكل أمانة وبكل صدق سنكون رأس حربة تتصدى له، لأن هذا الوطن ينبغي أن ينتصر عليه في معركة الوعي. وتاني إن شاء الله هننتصر، وإن شاء الله هذه المجموعة اللي موجودة في قلب الاجتماع من السادة الزملاء الأفاضل جميعا في كل المؤسسات، المهندس عبد الصادق الشرباجي مستبشر خير بما يطرح في هذا الاجتماع، وحدد الاطر اللي ينبغي فيها التفاعل بين رؤساء مجالس الاداره ورؤساء التحرير. استمعنا الى كلمات في غايه الدقه والوضوح والمباشره بما يتعلق بالسياسات التحريريه وبالمشروعات التي يمكن ان تحول هذه المؤسسات الى مؤسسات منتجه، الى مؤسسات قادره على التعبير عن الموارد البشريه الموجود بها، قادرة على الوقوف على قدميها مرة أخرى والتخلي تدريجيا عن أن تكون ثقل أو عبء على الدولة المصرية. أنا عايز أشكرك وسلم لي جدا على المهندس عبد الصادق الشرباجي، واشكره لي أنه يعني خلانا نعرف ناخد الكام دقيقة دول. كل الشكر كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. استكتاب أقلام جديدة بما يتناسب مع أفكارنا، بما يتناسب مع مبادئنا، بما يتناسب مع مواقفنا اتجاهاتنا. وبالمناسبة ده طبيعي في أي بلد برضو، يعني علشان إيه الناس اللي هي تبقى إيه بتقعد تهبد أي كلام في الآية، ولماذا لا نكون مثل الصحابة؟ لا والنبي، أنت عفريت الحقيقة، مش عارف أقول لك إيه. أنت دارس الصحافة في أمريكا يا شقي أنت، وأنت متصور إنه في حد ممكن يكتب كلمتين في جريدة من الجرايد الأمريكية تتنافر وتتضاد مع السياسة بتاعت الدولة في أمريكا؟ لا والنبي بجد. لا، مثقف شاطر. فاصل ونكمل الكلام. زمايلك في الشغل رزق والله العظيم ثلاثة، أنا ربنا سبحانه وتعالى بجد يعني ربنا رزقني بمجموعة من الزملاء زي السكر. تعال بقى نروح على حاجة مهمة جدا، زي ما كنت بقول لكم دايما أنا من الناس اللي معجبة. بص، أكتر مسلسلين بالنسبة لي عاجبني جدا قوي خالص إلى أبعد الحدود في رمضان، الحشاشين وجودر، جودر والحشاشين وهكذا، مسلسلين 10 على 10 على 10 على 10. طيب الحشاشين بقى في معارك، حلو، والحشاشين كله على بعضه معمول بتوليفة وبتركيبة بتاعت المسلسل العالمي، معارك ونيران ومنجنيق وخيول بتجري وناس بتقع من فوق الخيول وبتاع، كل ده وراه ناس، وراه فريق، وراه مدرب. ما هو المسألة ما بتجيش كده. ده بالمناسبة يعني الميكينج بتاع المعارك زي ما حضراتكم شايفين وشايفين الكاميرات وهي بتصور، الهرج والمرج ده، وده مصطلح بيتقال دايما على المعركة، يعني الهرج والمرج ده منظم وليه تدريب. معانا على التليفون كابتن محمد العزب، مصمم المعارك السينمائية والتلفزيونية بالانجليزي كده، وفي الحاجات اللي بتتكتب لما بتنزل الكريدتس او التترات باللغة الانجليزية يقول لك ايه، ستانت كوردينيتور. اهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. ازاي حضرتك استاذ يوسف؟ عامل ايه يا كابتن محمد؟ اخبارك الحمد ايه؟ الحمد لله، الحمد لله. ازاي حضرتك؟ بعد اللي انا شفته ده هتدربني، عاوز اطير اطلع فوق الحصان، اطير انزل من فوق الحصان جو يعني. وتشتغل معانا في البروجكت اللي جاي ان شاء الله. بقى يعني اشتغل بقى من فوق الحصان لحد كده، انا بالنسبه لي كفايه والله. ده كله بيحتاج تدريب جامد جدا ووقت كويس قوي معانا بجد. يعني الحشاشين احنا قعدنا مثلا حوالي نتمرن 3 شهور بالظبط، 3 شهور تدريب، 3 شهور تدريب مع الممثلين ومع الخيل، واستعنا بالستانتس اللي موجودين في مصر كلهم. ما شاء الله، يعني مفيش حد في مصر ما اشتغلش معانا في المسلسل ده. ما شاء الله ما شاء الله. دي برضه يعني بيوت واتفتحت، دي بيوت واتفتحت.
كابتن عبد الله استعنا بالستانس بتوعه، وجالنا برضو قال تنكورديريتو من بلغاريا بفريقه دوت اشتغلوا معانا. طبعا اشتغلوا معانا دولت في موضوع الخيل، دولت اهم ناس تدربوا معانا الخيل. يعني انا عندي فريق خيل، يعني عندي فريق بتاع ستانت بتوع خيول، بس جه معايا فريق متخصص بتاع بلغاريا مع واحد اسمه كالا تنكورديريتو. انا اعرف انه كمان الخيول نفسها بتتدرب لانها بتبقى خيول كتاكيتي مش بتاعه الكلام ده، فلازم نعودها على الكلام ده. ده حصل، قعدنا مثلا شهر ونص شهرين ندرب الخيول بس. الاول على الجيش النظامي ازاي يتحركوا، ازاي يخشوا في بعض، ازاي السيف يشتغل جنبهم من غير ما يهيجوا، لان الخيل لو انت عملت معاه جنبه اي صوت بيقع، ممكن يوقع اللي عليه. طبعا. فاحنا قعدنا ندربهم، الاستانس كلهم اشتغلوا، والاستانس بتوع بلغاريا والاستانس بتوع مصر قعدوا يشتغلوا على الموضوع دوت لمده شهر ونص شهرين. حلو. وبعد كده دربنا الخيل نفسها على الوقع، ازاي يقع، ازاي الاستانس يقع من عليه. قعدنا يعني فتره طويله جدا، والحمد لله ما فيش حد حصل له اي اصابه. وبتدرب برضو ابطال ونجوم المسلسل على كده. طبعا. لا وكمان النجمات، يعني عندنا اميرنا اتمرنت على الخيول. ساره اتمرنت معايا كمان سيوف وخيول. ساره عبرت معارك. مين يعني اللي كان بالنسبه لك مبهر، يعني ما كنتش متوقع انه هيبقى شاطر كده؟ لا بصراحه، بس مش عايز اقول مش هيبقى شاطر، هم كلهم اتمرنوا كويس قوي، عشان كده كلهم طلعوا كويسين قوي. بس اللي يعني اللي بهرني فعلا واشتغل حلو قوي سامي الشيخ، اللي هو برزك اميد. برزك اميد والله برضو. عمر الشناوي السلطان باركيورت كان كويس جدا برضو. كان ويحيى بن المؤذن. يحيى ده مذهل مذهل، هو وبرزك الاثنين. انا بشكرك جدا يا كابتن، وحقيقي حقيقي حقيقي ربنا يحفظكم، لان دي مهنه شديده الخطوره، وهي جزء مهم جدا 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 من صناعه السينما، وجزء مهم جدا من صناعه الدراما ولا غنى عنها، خصوصا في الحاجات الكبيره وفي الافلام الكبيره وفي المسلسلات الكبيره. برزك ويحيى بكره لازم اتكلم عنهم الاثنين دول. اكتشاف. طب انتوا عارفين ان يحيى ده اصلا بيكتب سيناريوهات؟ مش كل الناس عارفه الموضوع ده، انا بقى عارفه. لكن على العموم، هو خلص الكلام لحد كده. الحلقه طبعا خلصت مع الالم والاسف الشديد، لكن لو كلنا العمر هنتقابل بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.